الناس قالوا طيب وطوا صوتكم شوية، قولوها بصوت واطي. رد عليه المرنم وقال له احنا ما نقدرش نتعزى سكاتي. طب قالوا كفاية ليلتين في كل اسبوع. رد عليه وقال له احنا ما نقدرش نطيق فراق يسوع ليه كل المجد. حد يحيي الرب المجد وسطينا. هللويا. والناس بيلومونا على كثرة الهتة، غصب عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم شاف، ولا واحد منهم شاف. والناس قالوا طيب ليه انتم فرحانين؟ لا واحد فيكم بتوظف ولا عنده فدنتين، وانا عنده فدنتين. والناس قالوا طيب قولوها بصوت واطي، يا ناس احنا ما نقدرش نتعزى سكاتي، نتعزى سكاتي. والناس قالوا كفاية ليلتين في كل سمو، يا ناس احنا ما نقدرش نطق فرق يسوع، نطق فرق يسوع. ايه اللي يرضي الناس نبطل عبادة؟ لكننا لا نطيعهم بل دايما في زيادة، بل دايما في زيادة. حد يحيي الرب المقدس لنا. هللويا.